موقع أنا السلفي. كما يقول المثل: إذا كان بيتك من زجاج فلا تقذف بيوت الناس بالحجارة. فسوف نطلع بالأدلة وباليقين على أحوال البيوت الزجاجية، ونرى أننا نرفع رأسنا في شموخ وفي استعلاء واعتزاز بهذا الدين، لأن من يناقشنا واحد من اثنين: إما رجل كتابي يهودي أو نصراني، وإما رجل ملحد شيوعي مثلا. فنشوف بقى شريعة القتال، ولما نناقش شريعة القتال نشوف الأول الشريعة، يعني فكرة القتال من حيث المبادئ النظرية الكتب المقدسة، ثم التطبيق العملي لها في الواقع. فندرس أو نرى نماذج من شريعة القتال في التوراة. صحيح إحنا بنكون حذرين حينما نتعامل مع الإسرائيليات ونصوص الكتب اليهود والنصارى، باعتبار أن يعني نحن لا نستطيع أن ننتقد، فانتبهوا لهذا، يعني إلا شيء فعلا نجزم بعدم صحة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى وتنزه الأنبياء عنه، لكن قد تكون هناك يعني بعض هذه النصوص نستبشعها لكننا لن ننتقدها. واضح؟ نستبشعها مقارنة بما في الإسلام، قد تكون نسخت أو غير ذلك من الأسباب، أو قد تكون حرفت، الله أعلم. لكن في كل الأحوال دعنا نتجرد ولنقل على سبيل الإلزام للخصم اليهودي مثلا، نقول له: أنت بالذات ملكش أنك تتكلم أبدا في موضوع الإسلام والسلم، وتعالى بقى نشوف الفرق بين نصوص القتال عندكم في التوراة ثم نصوص القتال وأغراضه وأهدافه في الإسلام وأخلاقياته. أيضا في الواقع العملي لنرى ماذا فعل المسلمون في البلاد التي فتحوها، كيف كانت سلوكياتهم وأخلاقهم، وكيف كان انبهار الناس بهذه الأخلاق حتى دخلوا في دين الله أفواجا، وبين ما تفعلونه أنتم أو ما فعلتموه طبقا لشريعتكم التي تنفذ. وسوف نرى غراما شديدا بقتل الأطفال في نصوص توراة، قتل الأطفال، وبالتالي لا نستبعد ما نراه ليل نهار في فلسطين، بالذات فلسطين، من قتل الأطفال والتلذذ بقتل الأطفال. ده شيء بيستمتعوا به. والطفل محمد الدرة لما وقفوا مدة كبيرة من الزمان بيتسلون بتعذيبه، وهو وأبيه بإطلاق، وانتقوا الولد وقتلوه. فعندهم قتل الأطفال ده شيء مغرمين به يعني. فإحنا كده إذا فهمنا هذا وأن له أصل في دينهم سوف يزول تعجبنا لماذا يتلذذون بقتل الأطفال بهذه الطريقة والنساء ونحو ذلك. إذا دلفنا إلى العهد الجديد أو إلى الإنجيل فسنرى أيضا جانبين. جانب أن شريعة المسيح عليه السلام، أو بتعبير أدق، أن المسيح عليه السلام لم يقاتل. لكن هل معنى أن المسيح لم يقاتل؟ هل معنى ذلك أن شريعة المسيح ضد القتال؟ إطلاقا، لأن كل نصراني يؤمن بالكتاب المقدس، والكتاب المقدس مكون من إيه؟ من التوراة والإنجيل. فكل ما جاء في التوراة فإنه يلزم النصارى أيضا، وهذا لا جدال في هذه من بدهيات العقيدة النصرانية. كما يعني يقولون إن المسيح عليه السلام قال: ما جئت لأنقض الناموس وإنما لأتمم. فالشريعة الأساسية في المسيحية هي أساسا التوراة، ثم الإنجيل مكمل. واضح؟ فهم ملزمون بكل ما في التوراة من نصوص تتعلق بالقتال وهذه الأشياء.